السلام عليكم ورحمة الله. الوحدة الثامنة، الدرس رقم 2، بعنوان التفاعل في مع الحيوانات الأخرى. في البداية يجب أن نتعرف على نواتج التعلم. رقم 1، كيف تتواصل الحيوانات؟ رقم 2، كيف تتفاعل الحيوانات في المجتمعات؟ في قدامنا صورة، صورة تفاحة بيكون متجمع عليها النمل، فهل يبدو أن النمل الموضح في الصورة يتقاتل على قطعة التفاحة أم يتعاون معا؟ طبعا الكل يفكر قبل ما يجاوب، بيشوف هل النمل هنا بيتقاتل ولا بيتعاون في أكل التفاحة. طبعا الجواب بيقول أن النمل يتواصل بعضه مع بعض، حيث ينتج وراءه العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن يتعقبها بقية أفراد النمل للحصول على الغذاء. يبقى هنا النمل لا يتقاتل بل يتعاون مع بعضه البعض. في البداية، في أول جزء في الدرس بنتكلم عن التواصل، لماذا تتواصل الحيوانات وما هي فائدة التواصل بين الحيوانات. رقم 1، حماية مجموعاتها من الكائنات الأخرى. رقم 2، تحديد موقع أفراد أخرى منها لتحذيرها من الخطر. رقم 3، للعثور على شركاء للتزاوج. طيب، احنا في عندنا أكثر من 4 أنواع من التواصل. أول نوع هو الصوت، ثاني نوع هو الضوء، ثالث نوع هي المواد الكيميائية ولغة الجسد. يبقى في عندنا 4 أنواع من أنواع التواصل أو من طرق التواصل بين الحيوانات. في سؤال في الكتاب بيقول ما هي أشكال التواصل بين الحيوانات؟ يبقى في عندنا 4 أشكال من التواصل. أول شكل هو الصوت، ثاني شكل هو الضوء، ثالث شكل هو المواد الكيميائية، رابع طريقة اللي هي لغة الجسد. هنبدأ بأول طريقة اللي هي طريقة الصوت. طبعا معظم الحيوانات بتتواصل مع بعضها البعض في بطريقة الصوت. مثال عليها الدلافين، فكل صوت من أصوات الدلافين ليه معنى مختلف. يبقى هنا تصدر الدلافين مجموعة متنوعة من الأصوات، لكل صوت له معنى مختلف. بينما في مثال آخر على حشرة الزيز، تصدر أصواتا لجذب الشركاء للتزاوج. يبقى هنا ممكن يكون في عندنا سؤال، اذكر بعض الطرق التي تتواصل فيها الحيوانات المختلفة بإصدار الأصوات. يعني هنا ممكن نذكر على بعض أسماء بعض أصوات الحيوانات، مثل مواء القطط أو نباح الكلاب. في الطريقة الثانية هي الضوء، ففي عندنا في الصور الظاهرة حيوانات ليلية. معظم الحيوانات اللي بتستخدم طريقة الضوء بتكون ليلية أو بتكون في أعماق البحار، حيث يكون الضوء منعدم أو خافت. يبقى تستخدم بعض الحيوانات التلألؤ البيولوجي للتواصل في الظلام. يبقى معظم الضوء المستخدم في الحيوانات يسمى التلألؤ البيولوجي. يبقى ايه هو التلألؤ البيولوجي؟ هي قدرة كائن حي معينة على إصدار الضوء. يبقى تعيش هنا معظم الحيوانات في أعماق المحيط، حيث الضوء خافت أو معدوم. يحدث التلألؤ البيولوجي نتيجة التفاعلات الكيميائية الموجودة في جسم الحيوانات. فبالتالي تستخدم الحيوانات التلألؤ البيولوجي لاستدراج الفريسة والتهامها أو جذب الشركاء للتزاوج. يبقى هنا في أكثر من وظيفة لاستخدام التلألؤ البيولوجي في الحيوانات. يبقى هنا ممكن سؤال يقول ما الطريقة التي تستخدمها الخنافس للتواصل بعضها البعض؟ يعني الخنافس اللي في الصورة هنا، ايه هي الطرق اللي بتتواصل بيها؟ في هنا طبعا طريقتين، أول شيء اللي هو التلألؤ البيولوجي والضوء. يبقى هنا في التلألؤ البيولوجي والضوء. الطريقة الثالثة هي المواد الكيميائية. لو نيجي نشوف الصور المعروضة، هنلاقي إن هنا النمل بيضع مواد كيميائية على الطريق لإرشاد النمل الآخر في اتجاه الطعام. وهنا
القطط بتضع مواد كيميائية لتحديد منطقة نفوذها للقطط الأخرى. يبقى المواد الكيميائية هنا تسمى الفرمونات. يبقى تنتج العديد من الحيوانات مواد كيميائية تسمى الفرمونات، والفرمونات هي مواد كيميائية يفرزها الحيوان وتؤثر في سلوك حيوان آخر من النوع نفسه. يبقى حتى يتعرف الحيوانات من النوع نفسه على منطقة النفوذ أو مكان الطعام أو لتحديد الشركاء للتزاوج. يبقى هنا فوائد المواد الكيميائية المفرزة بسبب وجود خطر أو غذاء أو شركاء للتزاوج أو لتبيين حدود منطقة نفوذ الحيوان. في سؤال في الكتاب بيقول لخص طريقة استخدام الحيوانات للفرمونات. يبقى إيه هي فائدتها؟ هنا للإشارة إلى وجود خطر أو غذاء أو شركاء للتزاوج أو لتبيين حدود منطقة نفوذ الحيوان. الطريقة الرابعة هي لغة الجسد. فهنا في الصورة نلاقي كل صورة مختلفة عن الأخرى في ملامح الجسد. يعني في أول صورة نلاقي في عينين ضيقتين وجسم مشدود وأذنان منتصبتان إلى الأمام. أما في الصورة الثانية بيكون الأذنان مسترخيتان وعينان متسعتان وجسم مسترخي. أما في الصورة الثالثة أذنان متدليتان وعينان ضيقتان وجسم منحني إلى الأسفل. يبقى هنا كل صفة أو كل سمة من سمات الجسم بتدل على لغة جسد معينة. طبعا هنا السمات مهمة جدا لمعرفة لغة الجسد. يعني ممكن يجي سؤال في الامتحان ويقول سمات معينة ويقول حدد نوع لغة الجسد. يبقى هنا يستخدم الفرد لغة الجسد ليبلغ عن حالته المزاجية، كما تتواصل بعض الحيوانات باستخدام لغة الجسد. بس في سؤال في الكتاب بيقول إذا كان الذئب مضيقا عينيه ومرجعا أذنيه إلى الخلف ما هي حالته المزاجية؟ طبعا هنقارن الوصف بالصور الظاهرة فهتكون هي الخوف. الجزء الثالث المجتمعات والسلوكيات. تعيش الحيوانات في مجموعات لعدة أسباب. يعني معظم الحيوانات بتعيش في قطيع أو مجموعات طبعا لأسباب مختلفة، أولها للحصول على الحماية والغذاء. يبقى هو تعريف المجتمع هو مجموعة من الحيوانات من النوع نفسه تعيش وتعمل معا بطريقة منظمة. طبعا في بعض الحيوانات لا تعيش بطريقة منظمة، والبعض الآخر يعيش بطريقة منظمة مثل الضباع. يبقى من هذه السلوكيات الهيمنة والخضوع ومنطقة نفوذ الحيوان ولفت الانتباه اللي هي المغازلة. هنبدأ بأول طريقة اللي هي الهيمنة والخضوع. هنا بتكون الحيوانات مترتبة على أساس المكان الأرفع في المجتمع. يعني أعلى واحد بيكون هو الحيوان المهيمن، والحيوانات اللي تحته كلها بتكون الحيوان الخاضع. يبقى الهيمنة والخضوع هو تنظيم الأفراد في المجتمع وفقا للمكانة الاجتماعية بالنسبة إلى غيرها من الحيوانات. ويتمتع الحيوان صاحب المكان الأرفع في المجتمع اللي هو يسمى بالحيوان المهيمن، وتكون الحيوانات الأقل منها مكانة خاضعة. يبقى تساعد الهيمنة في الحد من الاقتتال بين الأفراد التي تعيش في مجتمع ما. يبقى مزايا الهيمنة والخضوع للحد من القتال بين الأفراد التي تعيش معا. مثال عليها طبعا الضباع في الصورة الأمامية. طبعا معظم الحيوانات بتكون لما تتقاتل لا تؤثر على بعضها البعض، يعني ما تجرح بعضها البعض. ففي سؤال بيقول ما مزايا تنظيم مجتمع الضباع على حسب الهيمنة؟ الجواب توفر الهيمنة للمجموعة درجة عالية من التنظيم، وربما تساعد في تقليل التقاتل بين أفرادها. الطريقة الثانية منطقة نفوذ الحيوان.
تعريف منطقة نفوذ الحيوان هي منطقة تنشئها الحيوانات للتغذية والتزاوج بين تربية الصغار وتدافع عنها. طبعا هنا بيكون في الحيوانات الفقارية والحيوانات اللافقارية، فهنا ممكن تحدد منطقة النفوذ عن طريقتين، ممكن أول طريقة بإصدار الصوت، وثاني طريقة اللي هي تغير مادي مثال كشط اللحاء في الأشجار. يبقى لبعض الحشرات ومعظم الفقاريات منطقة نفوذ خاصة بها، يمكن أن تحددها عن طريق إصدار أصوات أو إجراء تغير مادي مثال كشط اللحاء من الأشجار. ففي حال عبور أي فرد آخر من النوع نفسه يخيفه الحيوان أو يهاجمه، وإذا لم يغادر يلجأ الحيوان للعدوانية. يبقى ما هو تعريف العدوانية؟ هو سلوك عنيف يستخدم لإرهاب الحيوان الآخر أو السيطرة عليه. طبعا هنا الحيوان الآخر اللي بيكون من برا أو من خارج القبيلة أو من خارج القطيع. عندما تتقاتل الحيوانات فيما بينها من نفس النوع، فإنها تتجنب عادة إلحاق أي ضرر جسيم به. يبقى أنا في سؤال بيقول: ما المقصود بمنطقة نفوذ الحيوان وما هي فائدته؟ يبقى هنا فائدة نفوذ الحيوان أو منطقة نفوذ الحيوان هتكون للحصول على الطعام والتزاوج وتربية الصغار والدفاع عنها ضد الغرباء. والمقصود بمنطقة نفوذ الحيوان هي منطقة تستخدمها الحيوانات للحصول على المتطلبات الحياتية. الرقم 3 هي لفت الانتباه. لفت الانتباه بتختلف طبعا من حيوان لآخر، يعني كل واحد بيلفت انتباه الشريك بطريقة مختلفة. يبقى هنا مثال عليها: تفرز إناث العثة فرمونات تجذب الذكور. يبقى هنا استخدمنا الفرمونات. رقم 2: تصدر الضفادع والطيور تغريدات التزاوج لجذب انتباه الشريك. يبقى هنا استخدمنا الأصوات. رقم 3: تلويح ذكور السرطانات الكامنة بمخالبها الكبيرة وتتحرك بسرعة لجذب انتباه الإناث. يبقى هنا استخدم حركات معينة. يبقى هنا لفت الانتباه مش قاصر فقط على الصوت أو الفرمونات، لا، كل حيوان بيكون له طريقة معينة لجذب انتباه الأنثى. يبقى في سؤال في الكتاب: ما أشكال تفاعل الحيوانات في المجتمعات؟ طبعا الأشكال الثلاثة اللي احنا ذكرناهم من قليل اللي هي الهيمنة والخضوع ومنطقة نفوذ الحيوان ولفت الانتباه. ففي هنا حل أسئلة الدرس صفحة 304 بيقول: السؤال الأول، بعض الحيوانات تستخدم فراغ للتواصل في الظلام. يبقى هنا نفكر ايه الطريقة اللي الحيوانات بتستخدمها للتواصل في الظلام. طبعا الظلام ده معناه في الليل او في اعماق البحار. بالطريقة هي التلألؤ البيولوجي. سؤال رقم 2: عرف المجتمع بعباراتك الخاصة. طبعا المجتمع هنا بيكون عبارة عن حيوانات من نفس النوع في نفس المكان في نفس التوقيت. يبقى المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الحيوانات من النوع نفسه تعيش وتعمل معا، وكل واحد له وظيفة مختلفة مكملة للآخر. سؤال رقم 3: استخدم منطقة نفوذ الحيوان في جملة تامة. بيانات: تستخدم الحيوانات منطقة النفوذ للتغذية والتزاوج. هنا الجزء الثاني من الأسئلة: استيعاب المفاهيم الرئيسية. أي من أشكال التواصل التالية ينطوي على إفراز الفرمونات؟ أول واحد: المواد الكيميائية. رقم 2: الضوء. رقم 3: لغة الجسد. رقم 4: تعبيرات الوجه. يبقى هنشوف مين فيهم المقتصر على إفراز الفرمونات. طبعا هي المواد الكيميائية. سؤال رقم 5: قارن بين الهيمنة والخضوع. الهيمنة والخضوع الاثنين مرتبطين ببعض، والاثنين بيكونوا في نفس المجموعة. يبقى الهيمنة هي السلطة التي يملكها حيوان آخر خاضع له، يعني المهيمن هو اللي بيكون أعلى مكانة في القطيع، والخاضع هو أي حد أقل من المهيمن.
سؤال رقم 6، استدل على السبب الذي يجعل التواصل بالضوء أمرا شائعا في البيئات البحرية. طبعا معظم البيئات البحرية بتكون بيئات مظلمة، فبالتالي هنا نستخدم الضوء اللي هو التلألؤ البيولوجي، بقى لأنها تسمح برؤية الحيوانات في البيئة المحيطة المعتمة. يبقى بنستخدم الضوء اللي هو التلألؤ البيولوجي في البيئة المحيطية المعتمة للتواصل بين الحيوانات. سؤال رقم 7، حدد شكل تواصل الحيوان في الشكل الوارد أدناه. طبعا هنا في صورة في الكتاب لشكل هرة، فهنا الهرة لما بتكون عدوانية، يبقى هنا أول شيء هنحدد نوع السلوك، ونحدد فائدة السلوك ووصف السلوك. يبقى تظهر الهرة سلوكا لتحديد منطقة السيادة، حيث تظهر العدائية الهيمنة على حيوان آخر عن طريق إرخاء أذنيها إلى الخلف وتكشر على أنيابها. سؤال رقم 8، املأ الفراغات التالية لتحديد أشكال تواصل الحيوانات. طبعا احنا عندنا 4 طرق لتواصل الحيوانات، كل واحد يفكر فيهم. هم هنا الصوت ولغة الجسد والمواد الكيميائية والضوء. سؤال رقم 9، ضع فرضية حول شكل التواصل الذي قد تستخدمه حيوانات تعيش في بيئة صاخبة. يبقى دام تعيش في بيئة صاخبة، مش هنتكلم عن طريقة التواصل بالصوت، يبقى هي التلألؤ البيولوجي، هي لغة الجسد، هي المواد الكيميائية.